صباح الخير عليكو. طبعا من الحاجات اللي هو الوقت بتاعها دلوقتي، واللي انا حبيت استغل الوقت اللي احنا موجودين فيه في البيت فيها، اني اخزن السمنة اللي هتكفيني الشهور الجاية ان شاء الله. احنا دايما بنخزن السمنة في الشتاء. انا جبت الزبدة وسيحتها، حطيت الكمية الكبيرة منها هنا في العلبة المالتي كيبر، طبعا واخدة كمية كبيرة ما شاء الله، بس طبعا بسيبها لما تبرد خالص وبعد كده بعبيها جوه العلبة. بتفضل عندي زي الفل سنة كاملة زي ما هي جوه العلبة دي. بسحب منها طبعا، بفضي في علبة اصغر عشان تبقى خفيفة على ايدي، وكمان عشان مش كل ما اضطر ان انا احتاج ان انا اسيح سمنة اشيل العلبة التقيلة دي. ميزتها ان هي بتفضل هنا جوه العلبة محتفظة بريحتها، يعني عايزة اقول لكم اول ما فتحت العلبة كأني لسه مسيحاها حالا، الريحة بتكون قوية جدا، وفعلا السمنة بتفضل جواها مرملة وزي الفل. الباقي من السمنة انا حطيته في البرطمان ده، وانا بالنسبة لي ده كان اوفر كويس، انه احنا عندنا الفترة دي اي حد هيقدر يطلب العلبة المالتي كيبر بنفس اللون ده، هيقدر في اوردر هيقدر يطلب معاه البرطمان بخصم اضافي في الاسبوع ده بالذات. طبعا البرطمان بياخد كمية كبيرة من السمنة، يعني انا وزنته بالظبط هو واخد حوالي 2 كيلو 700 جرام من السمنة. ميزة البرطمان زي ما احنا عارفين ان هو طبعا دائري، فهو محكم الغلق، يعني لو انا حابة اخده واخرج بيه، لو مثلا متعود وده ان حد بيتجمع في بيت عيله او كده وهيروح يعملوا الكحك والحاجات دي، هتقدري تتنقلي بالسمنه بتاعتك. في ناس بتقولك انا مطبخي حر جدا ومضطره ان انا احفظ السمنه في الثلاجه، طبعا البرطمان ده هيساعدها لان هو محكم، فهي طبعا هتغطيه زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا حطيت السمنه بعد ما بردت خالص جواه، تقدر تحطه نايم على رف الثلاجه مفيش اي مشكله، هو مش هيدلق معاها السمنه. نقدر نستخدمه في استخدامات تانية كتير غير السمنه، نقدر نعمل فيه الخشاف بكمية، نقدر نعمل نحط فيه اللبن، نقدر نشتري فيه اللبن لو احنا بنجيبه من الماركت سايب، نقدر نعمل فيه المخللات، نقدر نعمل فيه وصفات كتير. احنا عندنا العلبة المالتي كيبر متاحة دلوقتي في الاوفرز، وعندنا البرطمان ده كمان متاح. طبعا العلبة احنا مش هنستخدمها للسمنة بس، احنا نقدر نستخدمها في تخزين حاجات تانية كتير، لكن انا حبيت اشارك معاكم تجربة احنا نستفيد بالوقت اللي احنا موجودين فيه في البيت بحاجة احنا هنحتاجها فيما بعد، وهو ده موسم تخزين الزبدة دلوقتي. فطبعا انا مش هقدر اخزن الزبدة بكميتها الكبيرة دي في الفريزر او في التلاجة، فلازم نسيحها ونسيحها كويس جدا عشان تعيش معانا وقت طويل على صورة سمنة، ونقدر نسحب منها بكل سهولة. وكل سنة وانتم طيبين.